طبعا الاوضاع الاقتصاديه تزداد سوءا من يوم لاخر، المواطن لم يلمس اي اجراءات حازمه من قبل الحكومه. اللجنه الاقتصاديه اتخذت عده اجراءات لكن المواطن لم يلمس شيء على الوغى. فالمعيشه صعبه والاوضاع يعني من أسوأ الى أسوأ، معيشه الناس اصبحت يعني في أسوأ حال، يعني يعانوا معاناه كبيره من حيث قلاء الاسعار المواد الغذائيه الاساسيه. كان من ممكن انه تتخذ الحكومه اجراءات حازمه في توريد المواد الاساسيه خاصه عبر فروع المؤسسه الاقتصاديه حتى المواطن يمس شيء في هذا الجانب. حقيقه ما يعانيه الان المواطن اليمني في جميع انحاء الجمهوريه من غلاء الاسعار نتيجه تدهور العمله التي انعكست سلبا على ظروف الناس. لابد من الحكومه ان تسارع في ايجاد الحلول العاجله بحيث انه لا يكون للمواطن ان يمسه ضرين، الضر الاول الانقلاب الذي نحن نعاني منه وهذه كلها ترتبت سواء العملة وتدهور العملة كلها ترتبت عن وضع الانقلاب الذي انقلب على الحكم وأضاع الدولة وأسقط كل أركان الدولة. هناك ارتفاع في الأسعار بشكل مفاجئ، فهذا عليهم على المجلس المحلي وعلى الحكومة أن تلاحق بأصحاب الصرافة بشكل عام، هم من يحتكرون العملة. انهياره يأثر على المواطن حيث أن المواطن يعاني في ارتفاع الأسعار وارتفاع المواد الغذائية والمواد البناء ومواد يعني زي كذا، فهذا يؤثر على المواطن وهذا يمكن انه تلاعب من التجار مش من. بالنسبة للآثار السلبية التي سببتها انهيار العملة الوطنية أثرت تأثير مباشر على المواطن وزادت من أوجاعه وآلامه التي ضاعفتها له سابقا ميليشيا الخراب والدمار والإرهاب الانقلابية التي انقلبت على الدولة ومؤسساتها المختلفة وعبثت بكل شيء جميل، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية التي تسببت في ازدياد المآسي والآلام لدى المواطن اليمني الذي يعاني اليوم الأمرين، وخصوصا في المحافظات التي ما تزال خاضعة لتلك الميليشيات الانقلابية.